مشروع توأمة رأى النور حفظا للبيئة بين المغرب والولايات المتحدة. في التفاصيل، برنامج تعاون بين المنتزه الوطني تبخال بمراكش والمنتزه الوطني للحوض العظيم بالولايات المتحدة. تفاصيل في روبورتاج محمد شحيمة، تحرير بشرى رايف. على بعد نحو 70 كيلومترا من مدينة مراكش يقع المنتزه الوطني لتبقال، الذي يعد الأول على الصعيد الوطني لقدمه، فقد أنشئ قبل 74 عاما ولشساعة مساحته التي تقدر ب 38470 هكتارا، ويستقبل سنويا ما يناهز 40,000 زائر. المنتزه الوطني كيتعرف بواحد المجموعة ديال النباتات العطرية زعما ذات قيمة عالية، بالخصوص لتربيه النحل والعسل اللي كنشوفوا كنلقاو فيه بالنسبه للخزامه، كنلقاو الزعتر، كنلقاو واحد المجموعه ديال النباتات الاخرى. تطوير هذا المنتزه وحمايته شكل الهدف الرئيس من هذه الاتفاقيه بين المغرب والولايات المتحده الامريكيه، والتي تهم مشروع توأمة بين هذا المنتزه والمنتزه الوطني للحوض العظيم بامريكا. الاتفاقيه مهمه جدا، فنحن نلاحظ اليوم ان المغرب يستثمر في بيئته ويشجع على السياحة الإيكولوجية التي تعتبر شكلا من أشكال السياحة الرفيعة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نهتم من خلالها بالحفاظ على جمال طبيعتنا وبيئتنا. الهدف الرئيسي هو اقتسام هذه الخبرة ديال 100 سنة اللي كاينة في الولايات المتحدة، واللي جعلت على أن المنتزهات الوطنية يعني من خلال أولا الحفاظ على التوازنات البيئية كتكون كرافعة أساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والبشرية في هذه المنطقة. لخمس سنوات ستمتد هذه الاتفاقية بغرض تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الأمريكية في هذا المجال. للإشارة، فالمنتزه الوطني للحوض العظيم الأمريكي يمتد على مساحة 300 كيلومتر مربع، وكان قد استقبل العام الماضي لوحده أكثر من 300 مليون زائر.